نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي نجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن. نورنا كابتن. نورنا كابتن. النهارده كابتن ايمن عندنا اكثر من حاله يعني تستحق الشرح من خلال المباراه. عندنا الاول بس نتكلم على محمد عادل. كابتن علاء، هو محمد عادل تقريبا بقى له 8 اشهر لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي. خلي بالك، يعني انا بكلم حكم دولي، وده سؤال، يعني لما يبقى حكم دولي عندك وتبعده عن مباراه الاهلي 8 اشهر، طب السؤال النهارده لو النهارده محمد عادل مثلا اخطا يا كابتن علاء، وده كان وارد، ليه؟ هو داخل تحت ضغط بقى له فتره ما بيلعبش وعاوز ينجح، وبالتالي النهارده انت كحكم ما بتضمنش انك انت تعدي 90 دقيقه بدون اخطاء. ولكن 8 اشهر النهارده، يعني اعتقد من وجهه نظري هو عاود او عوده حميده ليه، ادار مباراه بشكل جيد، وده من خلال الحالات التحكيميه، رغم ان كان هناك ضغوط قبل المباراه عليه واثناء المباراه عليه. في الحقيقه طبعا هو تحرر النهارده من هذه الضغوط، وكمان المباراه ساعدته كابتن علاء، ما كانش فيها احداث كتيره داخل مناطق الزمن. الحاجه الثانيه بنتكلم على حاله جميله جدا جدا جدا، وانا يعني ديت اللي احنا هنشرحها في اول التحليل لكابتن عادل، وهي حاله مخالفه حارس مرمى نادي الجونه، وهنحكي فيها ونقول مين اللي ادى القرار، يعني هل اللي ادى قرار الحكم ولا ادى قرار الحكم المساعد؟ دي مهمه جدا جدا. من خلال الحالات هنقول اول طاقم التحكيم ونروح للحالات التحكيميه. كان عندنا النهارده طاقم التحكيم الدولي محمد عادل بعد غياب فتره كبيره، مساعد رقم اول المتميز دايما 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 سمير جمال، بصراحه من زمان وانا بقول عليه ان هو حكم متميز. ايضا معانا هاني خيري حكم من الحكام المتميزين ايضا من منطقه القاهره، وكان اسامه اسماعيل الحكم الرابع. تقنيه الفيديو النهارده كان علاء صبري، وكان معاه مصطفى عطيه. طيب الحاله الاولى اللي انا يمكن ديت كانت دي 74 يا كابتن عادل، انا حبيت اجيبها في اول حاله لينا، حاله تحكيميه. انا بس الاول هنشرح بقى يعني سمير بعد اذنك. ستوب، هو هنا خلي بالك، هو محمد عادل بيجري ايه؟ بيجري مد ظهره لمين؟ هرجع تاني سمير كده بعد اذنك. ادي الحارس هنا، المخالفه تمت هنا اهي، بص الكره اتلعبت. هو هنا محمد عادل شاف اللعبه؟ لا، بيدي ظهره للعبه. مين ادى القرار؟ اكيد لاينزمان. اكيد المساعد رقم واحد. أيوة. ودي مفاجاه. لاينزمان. الدروس المستفاده كابتن محمد، ايه يعني ايه الفرق ما بتجري بظهرك او بتجري بوشك؟ يعني ايه الافضل؟ انا النهارده لو مساعد مش مركز لازم اشوف الكوره، هرجع تاني اشوف حارس المرمى. معلش يا سمير، عشان دي مهمه جدا، دي الحاله النهارده يعني كلها على الحاله ديت. ايوه. بص يا كابتن اتعملت ازاي؟ الحارس هنا يعني لعبت الكره وتحركت، بقت في اللعب خلاص تمام. هنا محمد هنا ما شافش. سمير جمال بصراحه حكم متميز، هو اللي ادى القرار في الكوميونيكيشن للحكم. دي نمره واحد كابتن. طيب معلش، لو لايمان كمان في نفس الوقت طلع عامل وشه كده للناحيه الثانيه. ده اللي احنا بنتكلم، واللعبه دي اتلعبت. بص يا كابتن، انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا جدا، عشان كده انا قلت ايه يا محمد، انت حكم دولي. ايه المشكله لما بدل ما تجري بوشك ما تجري بظهرك وتبقى وشك للحارس؟ طب هل هنا ممكن لو دي فاتت على المساعد رقم واحد، ممكن الحكم الرابع بره، الحكم الرابع يتدخل والمساعد رقم اثنين يتدخل، ولكن الفار لا يتدخل. مظبوط، انا عارف صح. كابتن انت بسؤال معلش، لو هي جوه السته بقى الكره دي، مثلا لو هي فاول وجوه السته وجت خطوتين من خط الجول، هل تتحط وتتشط الخطوتين؟ سؤال جميل جدا جدا جدا. ولا ترجع؟ سؤال جميل جدا جدا. الاخطاء اللي هي داخل السته زي حضرتك بتقول كده، هي بتطلع على خط يخرجها على السته، على السته فاقرب نقطه من حدوث المخالفه. دي حاجه جميله جدا جدا، حتى لو انا المخالفه تمت داخل السته بيارضة او قبل خط المرمى بيارضة، بروح يا كابتن شريف بحطها على خط المرمى. طب يا كابتن اخر سؤال برضو في اللي لا احنا عاوزين نسال كتير، لان انا في حاجه جايه هقولها. لو الحارس حرك الكورة بس ما خرجتش بره الستة وزميله راح، لما بقت خلاص دي يا أسامة خلاص عادي، بقت عادي يا أسامة. هقول لك لا أسامة عادي عادي، يعني هرجع تاني معلش سمير، معلش هرجع تاني كده، هرجع لعماد السيد حارس مرمى الجونة. كابتن هنا التعديل الجديد هنا
ركله المرمى كانت الاول ايه مظبوط. عشان تبقى لازم يعني تخرج خارج مجرد لعب النهارده خلاص ركله المرمى النهارده تلعب وتتحرك يعني مزبوط. تزقها كده لو لمست اتحركت بقت في اللعب قدر محدد. وعشان كده اقول لك حاجه مهمه جدا جدا. طب لعيب من الاهلي ما يروحش يجيبها جول؟ استنى بقى انت مالك هسالك السؤال ده يا كابتن علاء. طيب بص يا كابتن بقى هات لي بقى سمير معلش يا سمير انا هرضك اعتبك معايا هات بقى اللعبه لايف لايف اوكي يا كابتن يعني لو جوه السته زميله يروح يلعبها يعني ستوب خليك زي ما انت يا سمير مش سؤال زميل بتكلم على زميل كابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن شريف كابتن عادل اللي عاوز يجاوب ماذا لو ضغط لاعب الاهلي النهارده ضغط على حارس المرمى ايوه هو هنا حارس لعب الكره مره ايوه انا كمدافع ضغطت وسبت الكره قبل الحارس كويس ضغطت من بره 18 ولا من جوه 18 هو بره اهو وسبت قبل الكره الثانيه يا كابتن انا كنت وسبت قبل اللعبه الثانيه اقول ايوه انا كنت واقف فين ساعتها ما انت واقف اهو على خط 18 بره انت واقف موقفك سليم تماما ايوه سؤال لو انا المهاجم النادي الاهلي هنا ضغط عماد السيد قبل ما يلعب الكره الثانيه وصل للكوره وهو لما وصل الكره راح عماد راح عاملها اللعبه الثانيه القرار طب ما هي هي انا ضربه حره غير مباشره برضو بس ان عماد لمسها لا في حاجه اقول لك انا يبقى لعبه جديده ولا ايه في حاجه اقول لك لو اللعبه رقم واحد وهو اللعيب النادي الاهلي واقف في المكان الصح اللي هو بره يقدر يخش ويضغط عليه ويجيب جون ولو ما ولو الجول لمسها تبقى فاول برضه طب ما هي هي ما لو الجول لمسها ثاني ما هي لا طيب هوضح انا يا كابتن هنا بنتكلم في ايه؟ لو مهاجم الاهلي ضغط قبل عماد السيد في اللعبه الثانيه وكان عنده فرصه محققه يحط كرة جول ايوه ده السؤال ده السؤال يا كابتن علي هيحسبها ايه لو لمسها طرد بطاقه حمراء ضرب فرصه طبعا منع هدف منع هدف محقق ده اللي احنا بنقوله انا بقول اللعبه ديت يا كابتن ليه انا النهارده كلاعب لابد كمان يبقى انا فاهم ان انا حارس لعب الكوره مره فهمتك كنت ممكن ادخل هو بيبقى فيه ربكه طب ليه ما ادلوش انذار والربكه يبقى احنا مفيش فيها انذار لان النهارده هو يدي لي انذار ليه يا كابتن يبقى مفيش انذار فيها هو احتسب المخالفه لان هو لعب الكوره مرتين يا كابتن حسب عليه ركله حره غير ماشيه وده القانون اللي بيقول مفيش فيها انذار ولكن انا بكلم كابتن عادل لو المهاجم ضغط الحارس ووصل للكوره وكان عنده فرصه محققه والحارس لعبها كان هيبقى فيه بطاقه لازم اللعيبه تتعلم الحاجات دي ده عشان كده انا بحكي ليه خلي عندك التوقع دايما يعني خلي دايما عندك توقع من الخطا المنافس طيب ما دي المفترض يبقى لازم في حصص للاعبين تمام انا هنا بس في النهايه بقول الحاله ديت ايه اولا تميز لسمير جمال هي طبعا النهارده ادى القرار وبقول لمحمد عادل كان ممكن انك انت بدل ما تروح تجري بوشك ارجع بظهرك عشان تشوف الحاله كلها سمير يلا نروح للحاله الثانيه ونشوف الحاله بعد كده هنا هاف طبعا هنا رامي ربيعه بيدي الكره للحكم وهنا الحكم هنا بيشوف الكره وبعدين بيديها للاعب النادي الاهلي السوليه والسوليه بيديها للاعب الجونه والجونه بيديها للحكم تاني طبعا يا جماعه طب انا اسال السؤال يعني هو مين اللي بيقول الكره تصلح ولا تصلح؟ حكم طبعا هل انا كان النهارده محمد عادل ادي الكره لاسامه عرابي واقول له شوفها واديها للشريف واقول له شوفها وارجع انا اشوفها لا طبعا ده الحكم رايي انا الحكم او رايك في القصه دي يا كابتن الحكم ما ينفعش يا جماعه انا كحكم انا شفت الكره او اللاعب يشتكي منها ببص عليها مش مظبوطه بخرجها وباخد كره ثانيه وبلعب المباراه يلا اللي بعديها يلا سريعا بقى يلا اللي بعديها هنا حاله من الحالات ارتكاب مخالفه بتهور والخطا موجود محمد طبعا في المكان لا يتردد في اشهار البطاقه الصفراء للاعب النادي الجونه وهنا الفوت اون فوت هنا ولكن على الارض يا كابتن علاء وهنا القرار قرار صحيح لمحمد عادل اللي بعد كده حاله من الحالات مهمه جدا وهنا في اعتراض تقريبا على الحكم مساعد هاني خير يا محمد هذا الاعتراض حتى لو كان المخالفه او الخطا من الحكم المساعد غير صحيحه هذا الاعتراض لازم تقابله بانذار لان انا كمساعد النهارده لما بدي القرار انت كحكم بتحميني في حاله اعتراض اللاعب عليا وكان يجب هنا انذار اللاعب الجونه للاعتراض على هاني خير اللي بعديها والله كتف عادي حاله من الحالات المهمه جدا ايضا وهنا محمد عادل قريب وما فيش مخالفه خالص اللي هنا السكوت بدون اي مخالفه قريب الراجل